أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيها أهم وأبرز ما ورد في المواقع الإخبارية والصحف الصادرة لهذا اليوم، والبداية بالعناوين. 600 عراقي هم من تبقى من 120 ألف كانوا في اليمن. مدرسة في إب تفرض 9000 ريال على كل طالب. البي بي سي تقول إن مشاعر العرب تغيرت، ترامب أكثر الرؤساء الأمريكيين شعبية في الوطن العربي. وفي أكثر الأخبار قراءة، الشرطة الأمريكية تبحث عن قاتل بث جريمته على الفيسبوك. أهلا بكم. في عنوان بارز علق موقع يمن مونيتور على ما تعرض له السجناء في محافظة الحديدة، اتهامات للحوثيين بإطلاق النار على مختطفين في سجن بالحديدة اليمنية، حيث اتهمت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين مسلحي الحوثي وحلفائهم بإطلاق نار على مختطفين في سجن بمدينة الحديدة الساحلية غربي البلاد. وجاء في بيان صادر عن الرابطة خلال وقفة احتجاجية لأمهات المختطفين أمام مكتب الأمم المتحدة في مدينة الحديدة، الحوثيين أطلقوا النار على المختطفين وتم إخفاء الجرحى بشكل قسري. أكد البيان أن حراس سجن حنيش في الأمن المركزي قاموا بفتح النار يوم الخميس 7 أبريل الجاري على نزلاء السجن، ما أدى لإصابة 4 منهم بإصابات خطيرة وتم نقلهم لأحد المستشفيات دون علم ذويهم. وتحدث البيان بأن المختطفين في السجن ينفذون إضرابا عن الطعام منذ أسبوعين احتجاجا على منع الزيارة عنهم ومعاملتهم بصورة سيئة وإخفائهم عن أسرهم، ما يضع سلامتهم وحياتهم في خطر. في موضوع متصل عنوان موقع المشاهد نت، محاكمة جديدة ل36 من الناشطين والصحفيين. أفادت مصادر حضرت جلسة محكمة أمن الدولة الواقعة تحت سيطرة سلطات جماعة الحوثي في صنعاء أنه تم نقل المحتجزين من سجن الأمن السياسي إلى قاعة المحكمة الجزائية المتخصصة وسط تواجد كثيف للمسلحين، في حين حاول محامو الدفاع الاعتراض على الإجراءات غير القانونية. هاجمهم محامو الادعاء الممثلون لسلطات الحوثيين واتهموهم بالعمالة والارتزاق. وبحسب بلاغ صحفي صادر عن محامي الدفاع، فقد انسحبوا من الجلسة بعد تعرضهم للشتائم وتعرض المحامي عصام الرضواني للاعتداء الجسدي من قبل أحد الحاضرين في القاعة وبإعاز من عضو النيابة الموالي للميليشيات. وعن موقف أهالي المختطفين، قال الموقع نقلا عن أحد الأقارب أنهم توصلوا إلى قناعة تامة بعدم المشاركة في محاكمة وصفها بالمسرحية الهزلية التي ستفضي في كل الأحوال إلى تقرير العقوبات التي يريدها المتمردون الحوثيون. تبدو تعز كجزيرة معزولة عن معركة الشرعية أو شبه منسية، مع أن المفترض أن تكون في قلب الاهتمام. هكذا يبدأ محمد عثمان مقاله المنشور في موقع الوحدة ونت مضيفا: حتى لا نتوه في مآسي تعز، هناك مساران يجب التذكير بهما للأهمية، وينبغي على الشرعية أن تكثف حضورها قبل أن تتفاقم الأوضاع بدرجة سلبية. الأول، مسار بناء الجيش والأمن، والذي يجب أن يبنى بصورة متكاملة وصحيحة على الأرض ولو بخطوات متدرجة. صحيح أن دمج الجيش والأمن وتسليم أول مرتب قد تم، لكن الظاهرة أن الحكومة تمشي هنا بالخطوة البطيئة جدا والتفكيكية، فمرتب الجندي ليس كل شيء، وليس الجيش والأمن هو فقط جزء من عدة إجراءات متماسكة مع بعضها. أولها إعداد مقرات للمعسكرات ولو على خطوات، والثاني تجهيز التغذية اليومية وما يلزم للحضور والضبط والدوام، وإلا سيكون جيشا وأمنا معلقا في الورق وأفرادا متناثرين ومدخلا للفساد، ويعود الحمل الثقيل على المقاومة والقائمين عليها المنهكين أصلا على مدار سنتين ونصف، فيما المعركة على أشدها من الانقلابيين في الخارج وعمليات الاغتيالات والتخريب المنظم في الداخل.
ناهيك عن الحالة الإنسانية الصحية والمعيشية المتردية. المسار الثاني مرتبات الموظفين، فقد زاد انقطاعها لأكثر من 6 أشهر الصورة قتامة بما ينذر بكوارث. حتى هذه المرتبات الحد الأدنى للحياة تعامل تعز بشكل مختلف عن المحافظات المحررة. نفهم أن تعاقب تعز من الإنقلابيين، لكننا لا نفهم ولا نجد تفسيرا بمعاقبتها من الشرعية، أو بالأصح بإهمالها من جهة الشرعية التي دفعت وتدفع تعز دم قلبها في سبيل استعادتها باعتبارها الدولة التي تمثل وجود ومستقبل وكرامة اليمني. إلى موقع الصحوة نت، والذي قال في أحد أخباره من محافظة ذمار: الإنقلابيون يختطفون 40 باحثا وباحثة تابعين للصندوق الاجتماعي للتنمية في ذمار. قالت مصادر إعلامية محلية في محافظة ذمار إن ميليشيا الحوثي والمخلوع اختطفت 40 باحثا وباحثة تابعين للصندوق الاجتماعي للتنمية. وحسب المصادر فإن الميليشيا الانقلابية أوقفت 20 سيارة على متنها 40 باحثا في مديرية الحدا أثناء زيارتهم لتنفيذ مسح ميداني لمشاريع تنموية وخدمية في المديرية، وأن الميليشيا الانقلابية اختطفت الباحثين بتهمة أنهم عملاء ويعملون مع منظمات غربية. يتابع الموقع: تمارس الميليشيا الانقلابية انتهاكات ضد المسافرين والمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها بصورة مستمرة، وتجبر البعض على دفع فدية لإطلاق سراحه أو لتأمينه في مناطق سيطرتها. تواصل حقول الألغام حصد أرواح المواطنين في مدينة تعز على وجه الخصوص واليمن عموما، وسط تجاهل وصمت دوليين رغم كون استخدام الألغام في النزاعات جرائم حرب. ويقول موقع الموقع بوست إن إحصائيات محلية تشير إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين بين قتل وبتر أطراف، ولا يزال الرقم في تصاعد. ويكشف الموقع عن أحد الأحداث المؤلمة المتصلة بالألغام والتي وقعت في أحد ضواحي تعز، حيث انفجر لغم أرضي بإحدى الحافلات التي كانت تقل نازحين من منطقة العفيرة بمديرية جبل حبشي إلى مديرية المعافر، الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة من كانوا في الحافلة أبرزهم الطفل عمار ناجي مقبل عبد الله الذي بترت قدمه. وقال رئيس الجمعية الوطنية للتوعية بمخاطر الألغام سعيد العامري: في مارب 42 منطقة مزروعة بالألغام، بما فيها المناطق السكنية والزراعية ومناطق الرعي وأماكن استخراج الأحجار، فضلا عن الطرقات العامة ومداخل القرى ومجاري انحدار السيول. في جزء من مقاله المنشور في مدونة الجزيرة تحت عنوان سقوط الجمهورية كمسألة فنية، يقول مروان الغفوري: ينقسم اليمن أفقيا إلى مناطق تقع تحت سيطرة الميليشيات الطائفية ومناطق خارج سيطرتها. تحاول الحكومة إدارة الأراضي المحررة وتدبر مشاكلها الحادة، خصوصا تلك المتعلقة بالأمن والغذاء، بينما يعكف الحوثيون على تحويل مناطق سيطرتهم إلى جيش احتياطي وبئر للمقاتلين ليس لها قرار. في الأول من إبريل الحالي، كما تقول وثيقة مسربة، طلب صالح الصماد رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى كشفاً بكل شخصية معروفة تؤيد الحكومة اليمنية التي ستسميها الوثيقة العدوان. وقبل وقت قصير قضت محكمة حوثية بالإعدام بحق رئيس الجمهورية راهيناً يعدون بوتيرة عالية لإعلان حالة طوارئ تستهدف كل من يقف إلى جانب ذلك الرئيس وكل من يؤيد فكرة دولة غير طائفية. انسحبت الدعاية الحوثية ذات المنزع النازوي المدمر من القول إن التحالف العربي يمثل عدواناً إلى اعتبار الحكومة اليمنية هي العدوان. ومنذ أشهر لم يعد الحوثيون يتحدثون عن توغلهم في أراضي السعودية بل في أراضي العدوان الداخلي. وبدلاً عن إطلاق الصواريخ البالستية إلى أرض العدوان اتجه الحوثيون إلى استخدامها داخلياً. ومثل تنظيم داعش طور الحوثيون فكرة العدو القريب ومنحوها العناية القصوى بحسبانها مدخلاً إلى استعادة السيادة ودحر العدو البعيد. أكد رئيس الجالية العراقية في اليمن ليث الراوي في تصريحات أعاد نشرها موقع الوحدوي نت
أن هناك مشاكل كثيرة يواجهها من بقي من أبناء الجالية العراقية في اليمن، لا سيما بعد مغادرة طاقم السفارة. وأضاف الوحدوي في الخبر الذي جاء في شبكة روادو أو روداو الإعلامية الكردية عن الراوي قوله إن إشكالية عدم تجديد الجوازات بالإضافة إلى عراقيل عدة تقف أمام المواطنين العراقيين في معاملتهم اليومية، كما أن بعضهم تعثرت عودتهم إلى اليمن بسبب إشكالات في المطارات اليمنية. يتابع الموقع: عدد أبناء الجالية العراقية الذين كانوا متواجدين قبل الحرب بلغ 120 ألف مواطن، منهم 1340 معلم و300 أكاديمي في الجامعات اليمنية. وبسبب الأحداث التي شهدتها اليمن غادروا البلاد في العامين الأخيرين ولم يتبقى سوى 600 مواطن عراقي بحسب إحصائيات شبه رسمية. كشف مركز الدراسات والإعلام التربوي عن إقدام مدرسة بمحافظة إب القابعة تحت سيطرة الانقلابيين على فرض جبايات باهظة على طلابها مقابل استمرار الدراسة. قال موقع سبتمبر نت نقلا عن رئيس مركز الدراسات والإعلام التربوي أحمد البحيري تلقيهم بلاغات تفيد بقيام مدير مدرسة 13 يونيو في مذيخرة بمحافظة إب بفرض مبلغ 9000 ريال على كل طالب في المدرسة. قال البحيري لسبتمبر نت إنهم تلقوا بلاغات تفيد بقيام مدير المدرسة بطرد تلميذة في الصف الثاني الأساسي وطالب آخر في الصف الأول الثانوي بعد رفض أسرهم دفع مبالغ إضافية طلبها مدير المدرسة منهم. ودعا البحيري المانحين شركاء التعليم من خلال الشراكة العالمية للتعليم بالتدخل لوضع حد لهذه الممارسات التي ستؤثر على التعليم بشكل عام، ودان التصرفات غير المسؤولة التي يقوم بها بعض مدراء المدارس من خلال فرض جبايات مالية باهظة وبالقوة على طلبة المدارس الخاضعة لسيطرة الانقلابيين. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. صحيفة الخليج الإماراتية عنونت في أحد أخبارها عدن تبحث إعمار المباني المتضررة من حرب الانقلابيين، حيث عقد في عدن الاجتماع الأول للجنة إعادة إعمار وترميم المباني الحكومية والشعبية المدمرة نتيجة حرب ميليشيا جماعة الحوثي والمخلوع عند اجتياحها عدن أواخر شهر مارس من العام الماضي. وناقش الاجتماع آلية تنفيذ إعادة إعمار المباني السكنية المدمرة جزئيا وكليا واللوائح التنظيمية لإعادة الإعمار وتقديم المناقصات وعملية البدء في المرحلة الأولى وفق الآلية المرفوعة من قبل مكتب الأشغال والتي سيتم إقرارها في الاجتماع القادم. وقال وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع والتنمية غسان مسعود الزامكي في تصريح للخليج إن السلطة المحلية في عدن رفعت تقريرا إلى الرئيس هادي ورئاسة الحكومة الشرعية شمل الأضرار على مستوى المديريات بالتفصيل والبالغة تكلفتها ما يقارب 77 مليون دولار والمقدرة بنحو 12 ألف منزل متضرر. أما صحيفة الاتحاد فقالت السلطات الطبية في مديرية بيحان بمحافظة شبوة حذرت من تفشي وباء حمى الضنك في ظل اكتشاف حالات مصابة بهذا المرض خلال الأيام الماضية. أفاد مدير مستشفى بيحان الدكتور صلاح السيد بأن هناك مخاوف من عودة انتشار الوباء من جديد بالمديرية بعد أشهر من القضاء عليه بعد أن حصد العشرات من الأرواح. وقالت السلطات الطبية في شبوة إن هناك 150 حالة مصابة بمرض الملاريا تم اكتشافها في مديريتي رضوم وميفعة، فيما هناك عشرات الحالات تم اكتشافها في عدد من المديريات الأخرى. وكشفت إحصائية طبية عن وفاة 50 حالة بحمى الضنك خلال العامين الماضيين. دم يمحو دما، تحت هذا العنوان كتب أمجد ناصر مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد. وقال الكاتب الأردني: لماذا إذن نندد ونستنكر ونمرغ الوجوه بالأرض وننوح على القتلى والغرقى والمهجرين والمحاصرين والمقتلعين من بيوتهم؟ ما دام كل هذا لا يذهب عنا الشعور بالذنب والتقصير، ناهيك عن وضع الوحوش في الأقفاص. ها
هكذا تمحو المجزرة الجديدة المجزرة القديمة ويتساوى الموتى في التراب بعدما تفقد الأسماء والوجوه والمنابت اعتبارها. لم نفزع من البكاء، وهذا أقصى ما تقدر عليه نياتنا الطيبة على موتى خان شيخون حتى وقعت مجزرة حي الراشدين. يخطئ من يفكر أن الوجوه والأسماء تعني شيئا للبراميل أو الحزام الناسف، فالوجوه والأسماء واللهجات لا تعني شيئا لمن يدوس بجزمته على كل القيم التي قد تخطر في بالنا. هذا ما تعنيه مجزرة مهجري كفريا والفوعة. ما الفرق بين أشلاء الذين مزقهم انفجار الراشدين والوجوه التي لم تنبت فيها شعرة واحدة في خان شيخون ممددة كما لو في نوم على الناقلات؟ الموت ليس واحدا في التكتيكات الخبيثة منزوعة الضمير، ولكنه واحد أمام الحلقة المفقودة في صراعات القوة الأخلاق. من هو الذي يجعل الموتى حراما هنا وحلالا هناك؟ أي فكرة؟ أي دين؟ أي مشروع سياسي؟ كيف يعبر هذا الموت الحدود والحواجز من دون مساءلة أو شك؟ كيف نفرق بين دم ودم؟ لا يمكن للموتى أن ترقد عظامهم مطمئنة في قبورهم إلا إذا تساوت دماؤهم بصرف النظر عن فصيلتها. يصعب أن أصف لكم حجم الغضب الذي اعتصرني وأنا أرى الأشلاء معلقة في شبابيك الحافلات وعلى الأرض التي تبقعت بالدم. ولكن متى يتحول هذا الغضب الذي لا بد أنه اعترى كثيرين إلى منعطف في هذه الكارثة التي أتت على الأخضر واليابس؟ يتساءل موقع البي بي سي في أحد عناوينه: هل يستمر شهر العسل بين ترامب والعرب؟ وتقول البي بي سي: بات كثير من العرب من القاهرة إلى قطر يدعون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبو إيفانكا، وبعد أن كان يوصف بأنه متهور ومعاد للإسلام أصبح أكثر الرؤساء الأمريكيين شعبية في العالم العربي. يضيف الموقع: اسأل أي شخص في العالم العربي عن رأيه في الرئيس السابق باراك أوباما وسيجيبك أن سنواته الثمانية في البيت الأبيض والتي بدأها بخطاب عنوانه بداية جديدة ألقاه في القاهرة عام 2009 كانت مخيبة للأمال. وقال مصطفى علاني مدير إدارة الأمن والدفاع في مركز الخليج للبحوث: الناس في الشارع العربي تعم من أوباما، فخلال فترة حكمه شاهدنا صعود ما يطلق عليها الدولة الإسلامية ودخول روسيا المنطقة والتوسع العدواني الإيراني في الشرق الأوسط. وقالت البي بي سي: وصل الحال إلى درجة أن أحد الهاشتاجات العربية نحن نحبك يا ترامب، وما أثار إعجاب الناس هو رغبته في العمل عكس أوباما الذي يراه الكثيرون في المنطقة، وربما كانت نظرة غير عادلة، ضعيفا وغير حاسم ولا يبدي اهتماما حقيقيا بالشرق الأوسط. في أكثر الأخبار قراءة في الصحافة الدولية ما ورد في موقع سبوتنيك تحت عنوان: أمريكي يبث جريمة قتل على فيسبوك لايف والشرطة تبحث عنه. قالت التفاصيل إن شرطة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية تكثف البحث عن رجل قام ببث مقطع مصور على الفيسبوك وهو يقتل شخصا يوم الأحد، وزعم أن لديه أوامر بالقتل. وقالت إدارة شرطة كليفلاند أنها تبحث عن ستيف ستيفنز المتهم بقضية قتل شخص في المدينة، ولم تكشف الشرطة عن هويته بل اكتفت بالقول إنه مسلح وخطير. وأشارت الشرطة في بيان لها إلى أن المشتبه به بث عملية القتل على الفيسبوك لايف، وزعم أنه قام بعد ذلك بعدة جرائم قتل أخرى ولم يتم التحقق منها بعد. الإخفاق العربي بعد 100 عام على بلفور. تحت هذا العنوان كتب اللبناني كرم الحلو مقاله المنشور في صحيفة الحياة: هل تمكن العرب بعد قرن كامل على وعد بلفور من بناء دولة عدل وعلم وإنتاج وكفاية اقتصادية واجتماعية وإنسانية تواجه المشروع الصهيوني وتقف لمخططاته بالمرصاد؟ أم أن ثمة قرنا جرى إهداره على كل المستويات؟ واجه العرب إسرائيل ببنية حضارية مأزومة من الاجتماع إلى الاقتصاد إلى السياسة والعلم والفكر. الواقع أن العرب لم يتمكنوا طوال هذا القرن من تجاوز التبعية للغرب على كل الصعد، بدءا بالغذاء وانتهاءا بالعلوم والتكنولوجيا والسلاح. وها هم الآن أمم مهددة بالتفكك العصبوي مستباحة دوليا وإقليميا،
مثقلة بالديون الخارجة، رازحة تحت الفقر والأمية، تبدد ثرواتها في شراء تكنولوجيا استهلاكية عميقة. ولم يتمكن العرب من المشاركة في إنتاج العلم والحداثة إنتاجاً متكافئاً مع الدولة الصهيونية التي تتفوق عليهم في الأبحاث العلمية، بحيث لا يوازي إنتاجهم مجتمعين 64% من إنتاجها في الدوريات الدولية المحكمة، كما تتفوق عليهم بنسبة فلكية في تسجيل الاختراعات وفي تصدير التقنيات العالية، في حين أنه ليست للعرب جامعة واحدة مدرجة على قائمة الجامعات 500 ذات المكانة المرموقة في العالم. ولم يتوصل العرب طوال قرن من المواجهة مع الصهيونية إلى بناء أمة أو وطن أو حتى مجتمع، وظل التفتت القبلي يمعن في أبعادهم أكثر فأكثر عن وحدتهم القومية. ولم يتمكنوا كذلك من إقامة دولة المواطنة والمساءلة وحقوق الإنسان، وظلت القطيعة والعدائية النمط الغالب على علاقة الدولة بالشعب، وانتهاك حقوق الإنسان سمة مميزة للمجتمعات العربية. كما لم يتمكنوا من إبداع خطاب سياسي عربي يواجه خطاب الصهيونية، فظل الفكر العربي أسير صياغه الماضوية، مثقلا بكل ثقل التاريخ ووطأته، ولم يحسم أي من إشكالياته التاريخية، من إشكالية القومية إلى إشكالية الحداثة والتراث والغرب. جولتنا المصورة بين أفضل الصور المنشورة في هذا الأسبوع، وقد تنوعت بين الفرح والألم، ووردت في صحيفة هندوستان تايمز. نتابع الصور. بهذه المجموعة من الصحف والصور العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. في أمان الله.